عشان يعني نقرب من الحدث. معايا على سكايب هشام علاء، مسؤول العلاقات العامة في رابطة نادي الزمالك، رابطة مشجعين نادي الزمالك. يا أستاذ هشام، ازيك؟ اهلا بيك كابتن كريم، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ علم الزمالك منور على الحمد لله، كتفك. الله يخليك. الحمد لله، انا مبسوط وسعيد انا دخلت معاك في لا، المداخله مع ده احنا برنامجك. نتشرف الحمد لله، والله، نتشرف ان شاء الله تكون مباراة الله حلوة يخليك كده يا بإذن كابتن الله. كريم، طيب أستاذ هشام، وان قول شاء لي الله يعني، تكون مباراه جميله. ان شاء الله قول لي كده يعني ايه الاخبار. احنا قلنا برضو نكلمكم بقى النهارده نعرف اكيد رابطه الزمالك، رابطه مشجعين الزمالك بتستعد ازاي للمباراه، الاخبار الجديده. النهارده كان في تدريب للزمالك في السعوديه، مظبوط. هل حضرتوا التدريب؟ يعني قول لنا كده الاجواء واخر والله اخبار كابتن كريم، بص، بعثه الزمالك وايضا رابطه المشجعين. اهلا بيك. اولا بالنسبه للتدريب بتاع الفريق، هو التدريب النهارده كان في ملعب نادي الشباب، نادي الشباب السعودي، ايوه بس طبعا زي ما حضرتك عارف هو التدريب سري، ايوه مقفول، فما سمحش لينا ان احنا نحضر التدريب بالظبط تمام. لزياده التركيز للفريق يعني، وان شاء الله ربنا يوفقهم. وبالنسبه لتحضيراتنا للماتش، فاحنا الحمد لله من ساعه ما اعلنوا ان السوبر الافريقي ان شاء الله بيكون في الرياض في المملكه ارينا، واحنا عاملين جروبات لينا والاعضاء الرابطه هنا والجمهور الزمالك في التنسيق في كل حاجه، ايوه من حيث التذاكر، تنقل الجماهير جوه الرياض ومن بره الرياض ومن الخليج كمان، سواء من قطر او من الامارات او الكويت، ايوه برضو دول اخواتنا بيقولوا لنا ان شاء الله، وبنضمن وصولهم من جميع انحاء الرياض او المملكه لحد الملعب وبنرجعهم ان شاء الله. وجروبات واتساب بقى للتذاكر كلها يعني، الحمد لله بنحاول نحضر اكبر عدد من الجمهور يعني. تذاكر فيها مشكلة ولا الزمالك خد حصته؟ انتوا كجماهير الزمالك خدتوا حصتكم؟ والله بص، التذاكر الحمد لله امورها تمام دلوقتي، وطبعا في الموضوع التذاكر لازم اشكر مجلس الاداره جدا، مجلس الاداره الزمالك كان متعاون معانا، وبالذات الاستاذ رامن صوحي والاستاذ احمد خالد كانوا ايوه معانا فعلا على مدار الساعه، في اي وقت كانوا معانا في المكالمات كويس. عشان نحل موضوع التذاكر، وكله الحمد لله خد تذاكره الحمد لله. كان من يومين كده كان في كلام ان في بعض جماهير الاهلي اشترت بعض التذاكر المخصصة لمدرجات الزمالك. هو حقيقي، هو في، لان في، تعرف حضرتك ان التذاكر كتير نزلت على شركات السياحه، ففي جزء من جمهور الاهلي طبعا اشترك في مدرجات الزمالك، والعكس صحيح برضو، فاحنا طبعا مش حابين كده طبعا، احنا كلنا اخوات وكلنا في طبعا، اخر بس اهلي كل جمهور وزمالك يبقى وكلنا اصحاب في واخوات الاماكن المخصصة ليه يعني. بالظبط. يفضل يكون كل مدرج خاص بفريقه بجماهير فريقه يعني، منعا لاي مشاحنات وقت الماتش، ايوه لكن بعد الماتش كلنا حبايب يعني، بس ان طبعا شاء الله طبعا. نتمنى ان كل مدرج يكون خاص بجماهيره يعني. خدتوا التذاكر كلها ولا لسه في تذاكر متبقية؟ لا الحمد لله، تذاكر الزمالك الحمد لله انتهت، كله الحمد تمام. لله مدرجات الزمالك فل ان شاء الله، مدرجات الزمالك فل وكلها تمام هو الملعب الحمد حوالي لله 29,000 صح؟ مظبوط. يعني والملعب ما شاء الله جميل جدا، ومجهز ومكيف وكل حاجه تمام يعني. ايوه بامانه هيئه الترفيه عامله مجهود خرافي لتجهيز الملعب للحدث دوت، وفعلا الحدث واخد حجمه هنا، وفيه اهتمام كبير جدا بالحدث وبنشكرهم طبعا. اكيد. قول لي بقى استعداداتكم انتوا كرابطه مشجعين الزمالك، ايه الحاجات الجديده اللي انتوا عاملينها؟ والله بص يا كابتن كريم، احنا من ساعه ما قالوا ان الماتش بيبقى موجود في الرياض ان شاء الله، فاحنا الحمد لله مظبطين مع اعضاء الجروب عندنا ومع الجمهور اللي جاي من مصر، ومرتبين معاهم الامور اي بحيث من دخلات وتيفو واعلام واي حاجه تخص المدرج ان شاء الله هتكون على احسن وجه، وخصوصا الجروب اخواتنا اللي جايين من مصر طبعا ليهم مجهود خرافي في الامور المدرج يعني. لا ان شاء الله بالتوفيق كده، وان شاء الله رابطه مشجعين الزمالك يعني تبقى الامور الله يخليك مميزه هناك. بالنسبه لمشجعين الزمالك مشجعين الاهلي ايضا نتمنى ان شاء الله تكون كل حاجه متنظمه، ان وفي شاء نفس الله، ان شاء الوقت الله يكون كمان لقاء كويس ويعكسنا كلنا. اكيد انا عارف دايما السعوديه كمان يعني ما شاء الله في التنظيم والماتشات والبطولات الكبيره يعني بيبقوا هايلين يعني ما شاء الله، يعني ما على بيفوتوش احسن، حاجه. على فعلا، على احسن وجه فعلا الحمد لله، كده بيكون فعلا المنظر للملعب فعلا على احسن وجه، واحنا ان شاء الله بنعكس صوره مصر وصوره نادي الزمالك وقيمه نادي الاهلي برضو بره طبعا بلدنا ان شاء طبعا. الله، بيكون باحسن شكل باذن الله، بشكرك والفريقين يقدموا ماتش جميل يعني. يا رب يا رب ان شاء الله. بشكرك يا استاذ هشام، وسلامي لكل حبيبي يا كابتن كريم، الناس الله هناك يخليك، وان شاء في الله السعوديه. يا ريت تنورنا، يا ريت تنورنا هنا ان شاء الله، عندنا شغل بقى ونفرح هنا، مع بعض ان شاء الله. هنعمل تغطيه ربنا للمباراه يوم يعينك، الجمعه ان شاء الله، نجي لكم ربنا في معاك، وقت اخر ان شاء الله. بشكرك يا استاذ هشام، تنور الدنيا، تنور، الله حبيب يخليك. حبيب يا استاذ هشام، بشكرك شكرا جزيلا.